عملتها؟ عملتها يا صبري؟ عصيت كلامي وعملتها؟ عملت ايه؟ انا صالحيه في حاجه زي دي؟ همل ود عمك يا رفيع. مش ههمله الا لما يقر. اقر بيه؟ انا صالحيه في حاجه زي دي؟ انت لسه بتنكر برضك؟ جرايه يا رفيع، انت عاوزه يقرب الكذب يعني؟ طبعا، ما انت ضالع معفيه. احفظ لسانك يا رفيع بيه، انا مكبرك لاخر لحظه. قسما عاصما، لو واحد ده حصل له حاجه ما اعمل حساب للقرابه ولا الدم ولا لاي مخلوق. وانت اوعلهم يا عمي. اعملها يا رفيع. اعملها، لاني حذرتكم وانتم ما سمعتوش كلامي. اكده اكده اكده. خايف على ابو نسب؟ اخلص. بتضربني؟ بتضربني واد عمي؟ واجلدك كمان. انت لسه شفت حاجه؟ واه يا عمي، انا ماسك نفسي لاخر وقت. ايوه، ما تغلطش يا صبر يا ولدي، مقبوله منيك يا رفيع بيه يا كبرنا. ما مش كان قال لك وعاكو يا حضره النايب؟ اطلع انت منيها يا حجه، ده حديت رجاله. اني اطلع منيها؟ انت تقول لك دي؟ انا ما عاوز اغلط فيك. هو انت لسه ما غلطتش؟ استنى يا ما من فضلك. الحمد لله، قال لك استنك. انا بقول لها تستني عشان انا لازما اسوي الحساب ده بالخصوص، انما الحاجه ونيتها مرة السلطان بيه كلمتها تمشي على الكل. معلوم معلوم، واولهم انا. بس انا ما خبرش، يعني انتوا تهملنا في القصير، انت ظلم. ما خبرش ليه؟ احنا مش كنا معاك انت وحضره الضابط؟ عشان تغزو العين. معلش معلش يا ولدي، بكره ربنا يظهر الحق. ونعمه بالله، بس انا هظهر دلوقتي وقدامكم. ضمراني ضمراني. افندم افندم سعادتك، تجيب وتغطس، تجيب لي عفيف الواعر، تجيبه لي هنا. حاضر سعادتك. خبر هو فين؟ هو ملوش غير مطرحين، حقلب عليه الدنيا انا والرجاله، وفي نص ساعه يكون تحت رجليه سعادتك. يلا. اقعد اقعد يا عمي، اقعد يا صبري. يا خبر بفلوس. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.